مرحبا. ايش بدك؟ بدي بس احكي معك. ميرنا صح؟ مين ميرنا؟ اسمع بعد عني. ليه عملتي هيك؟ شو بدك مني؟ ايش شو بدي منك؟ انت ايش بدك مني؟ اسمعي اذا ما بتبعد هلا اقسم بالله بصرخ. لا لا ليه؟ ليه تصرخي؟ انت خايفة مني؟ مش خايفة منك بس ما بعرفك انا، لو سمحت ابعد عني. ايش بدك يا مجنون؟ بدي الفيديو. اي فيديو؟ انا ما بعرف لا فيديو ولا ميرنا، ابعد عني لو سمحت. روح شوف مين ضحكت عليك. ما حدا بيضحك علي ميرنا. ابعد عني. اهدي ميرنا. ابعد عني. ميرنا اهدي. ابعد عني. اهدي 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 ميرنا. انا اسف والله ما كان قصدي. خلاص يا مجنون انت. دينا خلاص روحي روحي. دينا؟ ميرنا. دينا. ميرنا ميرنا. مين ميرنا يا زلمة؟ خلاص. أنا بورجيكم. أنا بورجيكم كلكم. مش عارفة حسيت حالي كتير ضعيفة. دينا شو ضعيفة؟ واحد مجنون بوقف لك نص الشارع، طبيعي اللي صار معك. بجوز لازم تبلغي الشرطة. لا لا شو شرطة؟ شو بتحكي انت؟ امتحان منحة بعد كم من يوم، لازم اركز على دراستي. وانا وماما وضعنا كمان مش بزيادة، اروح ادخلها بقصاص ومغافر؟ لا 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 انسيكي. ما بدي. ما رح تحكي لامك؟ لا ما رح احكي. ويا هنا كمان احكي لفادي ما يتدخل بالقصة ولا يراجع لهذا رائد. خلص انا بس بدي هاي القصة تخلص، انا بتصرف. كيف يعني بتتصرفي؟ مش مهم مش مهم. يلا باي بحكيكي. اوكي باي. شو في؟ مالك؟ بدهم اياك بكره في المدرسه. ليش؟ مشكله وطلبوا ولي امرك.
شفت انه عمرك ما بتصير زلمه؟ انقلع فوت على غرفتك وتورجيني شو وجهك. قسما بالله ولك قرفان امد ايدي عليك. فوت على غرفتك انقلع، انقلع على غرفتك، يلا يلا انقلع. صباح الخير استاذ. صباح الخير فهد، تعال. مشغول؟ لا لا تعال. لا تحكي لي خلصت الملك لير، مستحيل. لا لسه لسه جاي احكي معك موضوع بخصوص رائد. ماله رائد؟ شو عمل؟ شوفي سميرة، اذا مفكرتني رح اسكت لك بعد كل اللي عملتيه بتكوني كثير غلطانة. ليش انا شو عملت؟ مالها هاي؟ شوفي حالك انت شو عامله انت وهداك تبع الفيسبوك تبعك. ولك انت ايش بدك مني؟ نفسي افهم ايش ممكن تستفيدي لما تتهميني بشيء انت نفسك عارفه انه ما صار. صار وانت عارفه انها صارت، انت وصاحبتك هنا. انه شو يعني عاملين حالكم احسن منا وانتم من تحت لتحت؟ ولك انت اللي معقده ومفكره اي حدا ما بسمع كلامك وما بهتم منك معناته خلص صار عدوك. انا معقده؟ ليش حبيبتي؟ حياتي بتجنن والحمد لله، وامي وابوي الله يخلي لي اياهم. خلاص خلاص ايش مشكلتك؟ خلاص يا بنات ايش اللي عاملينه؟ يا بنات قدرتيها ابعدي عنها، ابعدي عن بعض، يا عيب الشوم عليكم. يلا على صفين، يلا بس رجيتي الثانيه، يلا ايش على رجيني. هلا بتشوفوا للمديره شو هاد عيب الشوم عليكم بنات انتو. يلا كل وحده على صفها، ما ضل ولا وحده واقفه. يلا مش فاهم عليك فادي. المشكلة ما بقدر أحكي كل شيء، إذا حكيت كل شيء بكون بظلم ناس بحبهم، وإذا ما حكيت شيء بكون بظلم حدا ممكن ما له دخل بالموضوع. وإنت ليه مهتم بهذا الموضوع أصلاً؟ عشان أختي. متهمين واحدة صاحبيت أختي بهذا الموضوع بمدرسة البنات. أستاذ رح يصير إشي لرائد؟ مفروض أبوي يجي اليوم. أبوه بخوفني. ليه؟ ما بعرف، بس بحس رائد ما بيخاف من حدا قد ما بيخاف من أبوه. وانت حاسس انه رائد مظلوم لأنه خايف من أبوه بس؟ لا، رائد شكله مصدوم من كل اللي قاعد يصير. الموضوع مش موضوع صور وتهديد، رائد حب هاي البنت فعلا، مش كاين يستوعب أو يصدق انه ممكن هاي الصور انتشرت بس عشان واحد من أولاد نشر له إياها أو إشي.